استخدام أجهزة تكنولوجيا المعلومات زي الموبايل والكمبيوتر والإنترنت أصبح شائع جداً بين الأطفال من سن 4 ل 17 سنة، فتقريباً نصف الأطفال بيستخدموا الموبايل، في المقابل حوالي ربع الأطفال يستخدموا الكمبيوتر. النسبة بتقل لطفل من بين كل 5 أطفال في استخدام الإنترنت، وزي ما هو متوقع فنسبة استخدام التكنولوجيا بين الأطفال في الحضر أعلى من الأطفال في الريف، فاستخدام الموبايل أعلى ب 17 نقطة مئوية واستخدام الكمبيوتر والإنترنت أعلى ب 20 نقطة مئوية. أما بالنسبة للشباب فنسبة مستخدمي التكنولوجيا عالية جداً، 4 من كل 5 شباب بيستخدموا الموبايل، وتقريباً 50% بيستخدموا الكمبيوتر والإنترنت، والنسبة أعلى في الحضر عن الريف وبين الذكور عن الإناث. لمزيد من المعلومات يمكن التواصل مع الجهاز من خلال البريد الإلكتروني أو مواقع التواصل الاجتماعي.